ما هي دي النقطة اللي البعض كان مش بيبرر للشريف بس بيتكلم ان ما هو ده لاعب ولاعب برضو يعني مع المنتخب وفي اجهاد ولازم نحط في الاعتبار ده. يعني دي كانت التخوفات الموجودة عند البعض واللي كانت برضو ادت لسؤال موسيماني طب انت ليه ما بتغيرش ما بتلعبش لعيبة غير اساسية عشان تريح يعني حاجة زي كده او المشهد ده شفناه مع شريف ما كانش هيبقى موجود اصلا لو كان اللاعب في كامل قوته زي ما بيتقال. هل انت مع ام ضد ده وارد مش وارد يعني برضو؟ اه طبعا وارد لان احنا بنتكلم يعني المنتخب لعب مباراتين منهم مباراة كانت يوم الثلاث بعد كده اللعيبة بترجع النادي الاربع والخميس معسكر عشان مباراة يوم الجمعة فطبعا ده وقت قليل جدا خصوصا ان كمان لو بنتكلم يعني واحد زي يورجن كلوب هو نفسه اشتكى قال لك انا بكره فترات التوقف الدولي لان اللعيبه تلعب ماتشات مضغوطه وبترجع مصابه وبترجع مرهقه وبترجع في وقت ما بنلحقش نتمرن. اذا امر طبيعي يعني محدش طبيعي. يقدر يتكلم ان لا او يطلب من موسيماني ان هو يريح اللعيبه الاساسيه او اللي هي تبع المنتخب ويلعب ناس يعني الموضوع مش فرض او زي ما بتقال مفيش صح وغلط في ده يعني. لا طبعا هو الفكره كلها ازاي اداره المجموعه لان برضو الروتيشن ليه اسلوب ما هو الروتيشن الكتير او التغيير الكتير ممكن يبقى ليه اثر سلبي على الفريق خصوصا ان ممكن بعض اللعيبه تكون لسه محتاجه يعني وقت مع وقت عشان خاطر تقدر تخش في المباريات خصوصا ان برضو الجدول مشكلته ايه ان الانديه بتلعب مباريات مضغوطه بعد كده بتقعد فتره طويله سواء توقف دولي او بعد كده في كاس العرب بعد كده ترجع تلعب مضغوط فالنهارده في ناس بتبقى غايبه فعشان تدخليها في المباريات الامر ده ما بيبقى ليه حساباته.